وللتعليق على قرار حكومة السودان رفع سعر البنزين 30% والآثار المترتبة على القرار، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. حياكم الله دكتور سناء. حياكم الله ومساء الخير ورمضان كريم لجميع العاملين في فضائيتكم الموقرة ولجميع مشاهديكم الكرام. اللهم نعم. آمين، رمضانكم مبارك وتقبل الله طاعاتكم. حياكم الله. 30% زيادة على سعر البنزين كما تعلم تبرره الحكومة بمحاولة الحد من الازدحام في شوارع المدن الكبرى في العراق وسد بعض العجز في الموازنة والتخفيف من الانبعاثات. يعني هل يجوز أن تحمل الحكومة برأيك المسؤولية، مسؤولية سوء إدارتها للمواطن العراقي؟ طبعا لا، الجواب غير صحيح من قبل الحكومة، وهذه عبارة عن تبريرات واهية وغير صحيحة. وأما الحلول التي تطرحها الحكومة العراقية فهي حلول غير صحيحة ونصفية ولا تحل المشكلة. علينا أن نعرف كيف نجازي الشعب العراقي، وأما من حيث استخدام المركبات والنقل العام كما تقول، لا توجد شركات النقل العام للموظفين حتى يمكن من التقليل من استخدام السيارات الخاصة. هذه المسألة موجودة في الدول الأخرى، يعني عندنا في النرويج وفي الدول الأخرى، صح سنويا ترتفع أسعار البنزين أو إلى آخره أو الخدمات، لكن من جهة أخرى يوجد قطاع نقل عام يوفر النقل العام، ولذلك طبعا ينصح المواطنين بعدم استخدام النقل الخاص وإنما استخدام النقل العام، يعني الباصات العمومية والقطارات والمجرى. نعم تفضل. وهل يجوز من الناحية أيضا يعني الفنية، هل يجوز مقارنة العراق بأي دولة بالنسبة لأسعار البنزين؟ يعني أليس العراق دولة نفطية وخيره يجب أن يكون للداخل العراقي وللمواطن العراقي قبل أي أحد؟ صحيح جدا ما تقوله. لكل بلد في العالم له ظروفه الخاصة، ونحن لا يجب أن نقارن أنفسنا أو نساوي أنفسنا مع الظروف في البلدان الأخرى، واحد. اثنيا، أنه يجب علينا كذلك أن نستغل الطاقات الموجودة عندنا. عندنا مصفين جدد بدأوا العمل فيها، مصفى بيجي بالدرجة الأولى ومصفى كربلاء، والمفروض كذلك المصفى البصرة. إذا عندنا مصافي توفر الطاقة، هذا من جهة. من جهة أخرى، تصريحات رئيس الوزراء محمد شاع السوداني بأنه خلال 5 سنوات سوف لا نستورد غاز من الخارج ولا بنزين ولا أشياء. طيب إحنا الآن وقعنا، الحكومة العراقية وقعت قبل أسبوع حوالي معاهدة مع إيران على استيراد الغاز 5 سنوات. طيب أين هو الحلول التي طرحها السيد السوداني؟ نعم. أيضا يعني الحكومة أبدت لربما تراجعا بالحديث عن هذه الزيادة، عن إمكانية إعادة النظر بأسعار البنزين. ما سبب هذا التراجع؟ هل هو لربما الضغوط من الشارع أم ماذا؟ ما هي الأسباب الحقيقية برأيك؟ الأسباب الحقيقية طبعا بالدرجة الأولى هي الضغوط من الجماهير التي لا ترضى بهذه. لماذا؟ لأنه كما قلتم أنتم في البرنامج أنه هناك عندنا 3 أنواع من البنزين، الممتاز والمحسن والعادي. العادي طبعا يدمر العربات والمركبات، المحسن جيد، الممتاز طبعا بعد أفضل. لذلك طبعا شوف الأسعار مختلفة، وتمت زيادة على المحسن 30% وعلى الممتاز 25%، وهذه طبعا زيادة كبيرة يتحملها كاهل المواطن العراقي. واحنا نحن بلد نفطي، علينا ان نقدم يعني المنتجات النفطيه بكل انواعها باسعار مخفضه للجماهير. نعم تفضل. نعم، يعني هناك من يتساءل، اليس من حق الحكومه كما في اي دوله اخرى ان ترفع اسعار الوقود وبعض الخدمات؟ اليس من حقها ان يعني تاخذ
نصيبا من المواطنين لتحسين الخدمات، ما رأيك بمن يقول ذلك؟ أنا ضد هذا الرأي. لماذا؟ لأنه إحنا دولة نفطية، ولحد الآن لا زال عندنا العراق ولا زال المواطن يشكو من مستوى الدخل المنخفض، مستوى الأسعار العالي. الآن في رمضان كل الأسعار ارتفعت، والأسعار بعد ذلك سوف لا تنزل لا تهبط. إذا لماذا نحن دولة نفطية وغنية، لماذا لا نعطي مجال لرفع دخل مستوى المعيشة حتى الشعب العراقي للفرد العراقي؟ أنا غير متفق مع هذه الآراء يا أخي. عندنا ثروة هائلة، لماذا الدول الأخرى؟ طيب احنا عندما نقارن نفسنا بالدول الأخرى خلينا نقارن من حيث مستوى الدخل الموجود في الدول النفطية، الدول الخليجية وغيرها، كل الجماهير أو كل الشعب أو كل الناس الموجودين في هذه الدول هم يعيشون في بحبوحة. طيب لماذا نحن لا نعيش في بحبوحة؟ مستوى الدخل عندنا منخفض بالعراق، لماذا نرفعه؟ لماذا نرفع مستوى المواطن العادي من حيث توفير الدخل، من حيث القضاء على البطالة، توفير الخدمات، طيب دكتور، إنتاج مواد غذائية، نرفع مستوى قطاع الاقتصاد الوطني العراقي، هذا كلها غير موجودة بالعراق. طيب. لماذا؟ لأنه عدم استغلال الثروة النفطية في محلها. نعم تفضل دكتور سناء، يعني بخبرتك الاقتصادية الطويلة، ما هي خيارات الحكومة، الخيارات العاجلة للحكومة إذا ما أرادت إلغاء هذه الزيادة؟ من أين لها أن تمول بعض المشاريع ما عدا يعني رفع أسعار المشتقات النفطية؟ ما هي الخيارات؟ الخيارات أنه علينا أن ننمي ونطور قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. هذه لو طورناها تأتينا بمداخيل كلش عالية، زائدا أنه تصدير المشتقات النفطية، وأنا كررتها عدة مرات من خلال قناتكم الموقرة، علينا أن لا نصدر فقط النفط الخام، وإنما علينا أن نصدر المشتقات النفطية بكل أنواعها. إذن لو عملنا بهذه النصائح لما تطلب من الحكومة العراقية أن ترفع أسعار النفط. نعم. وهل يعني كون العراق يعتمد الاقتصاد الريعي، هل لهذا علاقة بالمشكلة أساسا؟ طبعا بدون شك، لأنه 95% من تمويل الموازنة العراقية هي من مداخيل بيع النفط للخارج. إذن لماذا؟ لأنه ليس لدينا قطاعات الاقتصاد الوطني متطورة، لا صناعة ولا زراعة ولا نقل ولا مواصلات ولا تعليم ولا صحة ولا آخره. كل هذه القطاعات هي تساعد بعضها على بعض، كل هذه القطاعات هي تساهم في تنمية لو وضعنا برامج اقتصادية صحيحة، لو قمنا بتطبيق ما خططنا له وما نخطط له لتنمية الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، أشكرك جزيل الشكر دكتور سناء.